السلام عليكم، صافا لاباس عليكم، نتمنى راكم تكونوا كاملين في صحة جيدة. بلاك بايكر فلوغ، فيديو جديد، وعندنا موتور جديد من شركة جديدة اللي هي الباجيو. داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن الإخوان، مرحبا بكم في مكتو. عندنا الباجيو موتو فيه لوغو ديال دايتونا سوبر كوب سي 50. الوغ اليوم غادي نديروا ليه إن شاء الله واحد الفيش تكنيك ومراجعة كاملة لهذ الدراجة، وعشاق ديال لا ليفريزون الإخوان، صالح البوكسة، صالح الديبلاصة به الخدمة، المدرسة، أي حاجة. على بركة الله غادي نبداو إن شاء الله في الفيش تكنيك، ونبداو كالعادة بالدوفون والأوبتيك ديال الدراجة النارية. لابيل عندنا هنايا كتجينا كلاسيكية، واحد شوية فيها لوغو ديال الباجيو، كيجينا فيمي. الغوتروفيزور كما كتشوفوا كيجيونا على هذا الشكل، هذا فيهم الكربون. عندنا لوبتيك فول ليد، لي سينيال حتى هما فول ليد. عندنا ليلوفي ريزوما الدراري بهذا الكولور هذا ديال دم الغزال. الدوفون ديال الدراجه الناريه ديالنا كما كتشوفوا الكولور غري. لا كاردو بو الاخوان كما كتشوفوا هنايا، الكاردو بو ديال اي اي دراجه سوبر كوب كيجينا لا ميم ديزاين. عندنا تيبليس ولا مارك كيندا بالنسبه للبنو القدامي الدراري هنايا ديال 17. وعندنا هنايا جوانط الومنيوم وهذا الكولور ديال دم الغزال. السيكات غني عن التعريف، والكاش ديال البلاستيك كيجينا هنايا بالكولور غري. فوق هنا لي فورش كما كتشوفوا الاخوان. عندنا الفريناج والديامتر ديال الديسك غني عن التعريف. ماستره ديال الفران عندنا هنايا كتجينا بهذا الكولور صفر، فيها بيستون واحد. عندنا هنايا الماكينه، وشوفوا الدراري الماكينه، اللهم بارك، 100% 125 سيلندري ديال 125 كلاس ديال 110، الكيت لوريجينال ديال الشركه ديال باجيو. هنا كما كتشوفوا الاخوان هنايا الكاتخطون اوتوماتيك، ما كاينش لومبرياج، لومبرياج اوتوماتيك الدراري كاي سوبر كوب هنايا اوتوماتيك. هنا لا لين كومبلي ديال بوي شابمو. عندنا الكربون هنايا كما كتشوفوا الاخوان، ان سول كاتاليزور بو سيلونس. ديماراج بالكيك هنايا، وديماراج حتى بالالكتريك. وغادي نشوفوا دابا لي كوموند. الكوموند وهي 4 سينيال، اكسيغاتور فريناج ديال القدام، ديماراج ستار، طابلو دو بور 100% نيميريك ديجيتال، وكيجينا فيه اللوغو ديال الباجيو. عندنا هنايا كوموند فاركود، كلاكسون، سينيال ديمن ديال اليسر، وعندنا حتى ستارتير. هنا عندنا الدراري فريناج ديال اللور. هنا عندنا يو اس بي شارجور كيجينا هنا، يو اس بي شارجور. ولاصيله الدراري فيها كوسان مقسوم، وعشاق ديال الناس ديال الكوسان مقسوم الاخوان، ها هي الباجيو جابت لنا الكوسان مقسوم، واحد لاكاليتي اللي مزيانه ديال الكوسان هنا الاخوان. وغادي نشوفوا هنايا لا جوج ديالنا كما كتشوفوا، مع ايترو ديال البلان ديال ريزيرفوار. الوغ نشوفوا ديك الجهه اللي من لهيه. هنا الاخوان عندنا جوج ديال لي زامونتيسور لور، لا كاليتي مزيانه، فريناج ديال اللور ديسك سول ديسك، وعندنا بيستون واحد بالنسبه للماسطيره ديال الفران، مقص ديال هذا السوبر كوب ديال الباجيو غني عن التعريف. ولا كاليتي الدراري، كاليتي مزيانه ومزيانه بزاف. هنا رويضه اللورانيه بحالها بحال القداميه تماما ديال 17 شيبليس ولا مارك كيندا، وفيها جوانط الومنيوم ديال الكولور ديال دم الغزال. الشكل الخلفي ديال الدراجه الاخوان كما كتشوفوا هنايا، لوغو ديال باجيو بلاصه الماتريكول، وماتريكول صغير بطبيعه الحال، في غوج فول ليد هنايا، لي سينيال حتى هما فول ليد. وهنا الدراري تجينا البوكسه اولا تجينا حتى البورت باجاج، لك الاختيار. هنا الاخوان عندنا كما كتشوفوا هنايا، عندنا كاش دو بلاطو كيجينا طبيعه الحال ستوندار ديالو 36-14 كاي 110-125 دي سوبر كوب دي ماتريكول صغار. كات ابور الدراري 4 ديال الفيتيسات هنا في السيليكتور ديال الفيتيس كاطرطون، وماتريكول صغير،
وكتجينا الدراري يعني بلا بيرمي بلاكا صغيره لاسيرونس رخيصه ب 1450 درهم للعام. هادشي اللي كاين الدراري كتمتاز بالقوه ديال المحرك ديالها 125 سنتيمتر كيب الدراري اوتوماتيك في خيناج في الرجل محرك خطير وخطير بزاف. الوغ الدراري السلام عليكم تشاو فيديو جديد ان شاء الله.